السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة إيكغريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. كالعادة متابعينا الكرام، هناك العديد من الأخبار المهمة والتفاصيل الشيقة التي يجب عليكم جميعا الاطلاع عليها. هناك أزمة كبيرة جدا تضرب المغرب الآن خلال شهر رمضان، وكما تشاهدون متابعينا في هذا الخبر، المغرب أزمة عطش مرتقبة بالمملكة خلال الأشهر المقبلة. ولعلمكم، هناك عدة تقارير وإحصائيات تشير إلى أن كيان الصهيوني له دور كبير في إحداث هذه الأزمة. على سبيل المثال، في هذه الجريدة وكما ترون، فاكهة الأفوكادو المنتجة بالشراكة مع الصهاينة تستنزف ثروته المائية. المغرب يصدر مياهه في منتجات فلاحية لا تحقق له الأمن الغذائي وتضعف من تداعيات الجفاف على المغاربة. الآن متابعينا ربما تتساءلون، يعني تقولوا ما هي علاقة هذه الفاكهة أو شجرة الأفوكادو وأزمة المياه؟ يعني كيف يعقل أن هذه الفاكهة تسبب أزمة كبيرة في المياه؟ أعطيكم معلومة ربما لم تسمعوا عنها متابعين من قبل. هل تعلمون أن كيلوغرام واحد فقط من الأفوكادو يستنزف قرابة 2000 لتر من المياه؟ تخيلوا كمية التي يستنزفها إذا كانت كمية بالأطنان. وبمناسبة هذا الخبر، لطالما حذرت الجزائر المغرب من اتباع طريق الصهاينة، ولكنهم لم يستمعوا إلى تحذيرات الجزائرية. ها هي اليوم تعيش أزمة عويصة جدا، وبعد قليل متابعينا سنعرف تفاصيل أكثر فيما يخص بهذا الموضوع. أما في الخبر الآخر، دبلوماسية الجزائرية سيليا عروس تمسح الأرض بإسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتفضح ازدواجية معايير العالم المتحضر بين قوسين عندما يتعلق الأمر بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. وبعد قليل متابعينا سنشاهد ما قالته في مجلس حقوق الإنسان. بالإضافة وفي الأخبار، متابعينا سنشاهد مع بعض آخر التطورات والأشغال والسكك الحديدية الجديدة الواقعة في بومرداس، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي أنجزت في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية. كانت متابعينا هذه أبرز الأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة. وأيضا من فضلكم متابعينا، لا تنسوا ترك الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة، دعونا نبدأ في التفاصيل. في تفاصيل الأخبار، لدينا متابعينا تسابق السلطات في المغرب الزمن من أجل إيجاد مخرج للأزمة المياه الخانقة التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث تحولت لأزمة عطش والتي يبدو أنها ستزداد سوءا خلال الأشهر القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة وإقبال فصل الصيف. ويسجل المغرب منذ نهاية الأسبوع المصرم تساقطات مطرية تحيي الأمال في إنقاذ بعض الزراعات الربيعية، غير أن التركيز أكثر سيكون على مدى مساهمتها في تعزيز العرض من المياه الشرب. ويعتبر المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، فبعدما كانت في حدود 22 مليار متر مكعب سنويا، تراجعت إلى 3 مليارات متر مكعب في الأعوام الأخيرة، ما أفضى إلى استغلال المياه الجوفية. وهذا له علاقة مباشرة متابعين بالكيان الإسرائيلي وزراعته لفاكهة الأفوكادو في المغرب، حيث أكدت فاطمة الزهراء النائبة البرلمانية عن الحزب أن إشكالية الماء تعود بالخصوص إلى القطاع الفلاحي الذي يستهلك إلى أكثر من 87% من مقدرات البلاد المائية. وأعلنت وزارة الخارجية الكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاق التطبيع مع المخزن بأشهر أن قيمة الاستثمار الذي يعتزمه ضخوة في قطاع الزراعة المغربي تبلغ حوالي 9 ملايين دولار، وأن المغرب يستطيع بموجب هذه الشراكة إنتاج 10,000 طن من الأفوكادو سنويا. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة الصهيونية انطلاق مشروع استثماري كبير لإنتاج فاكهة الأفوكادو في المغرب، وذلك بعد أيام على زيارة وزير الخارجية يائير لابيد للرباط وتوقيع اتفاقية شملت العديد من القطاعات من بينها القطاع الزراعي. ويذكر أن مقاطعة مغربية عديدة تشهد اضطرابات واحتجاجات متواصلة تنديدا بسياسة السلطات المحلية هناك في ظل أزمة المياه الخانقة وموجة عطش تضرب تلك المناطق دون وجود حلول ميدانية تضمن توفير هذه المادة الحيوية وتخفيف من وطأة الأزمة على السكان. والآن متابعينا، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. الدبلوماسية الجزائرية في معركة على كل الجبهات دفاعا عن مواقف الجزائر تجاه القضايا العادلة في مقدمتها فلسطين، من نيويورك إلى جنيف وكل عواصم العالم. الدبلوماسيون الجزائريون من أحفاد الأمير عبد القادر
وليلة فاطمة سومر. مداخلة قوية من جنيف للدبلوماسية الجزائرية سيلي عروش كما ستشاهدون الآن متابعين في هذا الفيديو. وفي هذا الصدد تؤكد الجزائر على ضرورة جعل هذا القرار الهام نقطة انطلاق من أجل إرساء وقف دائم لإطلاق النار يفتح الباب لإعادة بعث مسار سياسي جدي يفضي إلى إرساء السلام في الأراضي المحتلة والمنطقة، وللتخفيف من الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الحياة اليومية للفلسطينيين تلح الجزائر مرة أخرى على التعجيل في فتح الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للنازحين والمهجرين، وذلك بالتنسيق مع وكالة الأونروا. وفي هذا الصدد تجدد الجزائر دعوتها إلى الدول التي جمدت مساهماتها في هذه الوكالة إلى العدول عن قرارها من أجل توفير الإمكانيات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتضميد جراحه. السيد نائب الرئيس، إن ما طال على غزة من عدوان سافر وحصار جائر ليس وليد أحداث 7 أكتوبر، بل هو واقع مرير يعيشه الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة منذ ما يزيد عن نصف قرن، ويندرج في إطار مخطط استعماري صهيوني يرمي إلى محو المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين. كما أن إفلات المحتل لحد الآن من المساءلة والمعاقبة بسبب المواقف القائمة على ازدواجية المعايير تسائل العديد من الدول وتضع ما يسمى بالعالم المتحضر أمام مسؤولية الإجابة على المعضلتين التاليتين: أولاً، كيف له أن يرافع عما يسمى زوراً بحق محتل في الدفاع عن نفسه، وفي ذات الحين يسكت عن تجريد شعب قابع تحت الاحتلال من أبسط الحقوق التي يكفله له الشرعية الدولية؟ ثانياً، كيف له أن يحرم دم الأراضي بالقوة في سياقات أخرى وفي ذات الحين يبيح ذلك الجرم في فلسطين دون تبرير؟ ولهذا تجدد الجزائر موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف، كما تؤكد بلادي على ضرورة مواصلة النقاشات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة في إطار البند 7 في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ما دام الاحتلال قائما. أما في الخبر الآخر متابعينا، كما تشاهدون هذه آخر التطورات والأشغال المتعلقة بالجسر القطار في بلدية الناصرية في بومرداس مع حدود بلدية تدميت بتيزي وزو. أما في الخبر الآخر متابعينا، في إطار استراتيجية اتصالات الجزائر لتطوير شبكة الألياف البصرية، تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المجمع العمومي جيرايد الممثل من طرف الرئيس المدير العام، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير مجال الهندسة المدنية ووضع دعائم وقنوات الألياف البصرية والتزويد بالأعمدة والأبراج وعدة مجالات أخرى.